احنا مبسوطين خالص ان احنا ربنا ادانا الفرصة والنعمة ان احنا نعمل الخدمة دي. الخدمة دي اول خدمة نعملها تبع الأبروشية. طبعا احنا كنا بنعملها في الكنيسة هنا يعني من وقت لوقت كده، بس اول مرة نعملها على مستوى الأبروشية. طبعا كان نحب ان في ناس اكتر يكونوا موجودين، ودي بناء على خدمة معمولة جديدة في الأبروشية، خدمة الـ counseling services. فاحنا عاملين هنا في الأبروشية خدمة اسمها counseling services، تبع تحت إرشاد ورعاية الأنبا كراس، وماسكها طبعا الدكتور منير. فاحنا مبسوطين انها بتعمل هنا عندنا في الكنيسة، وان شاء الله يعني الأوقات اللي جاية كل مرة يبقى في مكان مختلف يجمع ناس يعني في أماكن مختلفة. وإن شاء الله هنسجل الحاجات دي وننزلها لكم للمراجعة يعني، أو الحفظ، أو لو حد ناسى حاجة وكده. فالدكتور منير هو أستاذ الصحة النفسية والتربوية واستشاري العلاقات الزوجية والأسرية، وطبعا معاه كذا دكتوراه في الكونسلنج وفي الادوكيشن، او ماجستير في البروفيشنال كونسلنج. فاحنا مبسوطين ان هو يعني موجود معانا وبيخدم معانا، وهو بيقود الخدمه العظيمه دي اللي احنا محتاجينها في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده كله. يعني بنشوف قد ايه في مشاكل موجوده، يعني وحاجات كتيرة قوي، إغراءات كتيرة موجودة في مجتمعنا بتسبب مشاكل لأولادنا، وبتسبب لنا احنا كمان يمكن مشاكل ان احنا مش عارفين نتعامل مع أولادنا، او مشغولين عنهم بسبب الحاجات اللي احنا بدأنا نندمج فيها ونبعد عن أسرنا بسبب التكنولوجي او الحاجات الإغراءات اللي موجودة حوالينا. فان شاء الله الدكتور منير هيدينا ثلاث محاضرات، وبعد الثلاث محاضرات هيبقى في سيشن ان احنا نسال اسئله ودكتور منير يجاوبنا عليها. وطبعا يعني خلوا اسئلتكم للاخر للسيشن دي، وغير بقى لو هو انكل يعني عايز يسالكم كده حاجات ويدردش معانا في حاجات. طبعا انكل او دكتور منير دايما very engaging، هتلاقيه كده بيسالكم اسئله، فيعني متناموش منه، ما فيش نعسان، تنعسوش مننا يعني. ربنا يحافظ عليه ويحافظ عليكم كلكم، وان شاء الله الخدمه دي تكبر وتبقى حاجه على يعني تفيد كل الناس اللي بتستمع ليها. شكرا. هو انا مبسوط طبعا ان اكون في وسطكم. انا ما استحقش كل الكلام الحلو اللي قالوا عليا اتسابونا، و نعمة كبيرة وبركة كبيرة ربنا عطاهاني إن أنا أكون واحد من خدامه، وأفضل مستمر إن أنا أكون عبد بطال، لأني ما بعملش أكتر من اللي مطلوب مني وما بعملوش كويس. أنا مبسوط قوي قوي طبعا من الأمهات العظيمات الحاضرين أو التي حاضرات، ومبسوط قوي قوي من الآباء. النهاردة أول مرة أشوف عدد من الآباء كويس موجود. شكرا. الوصية زمان، أول وصية ربنا عطاها للراجل اللي هو مين؟ آدم. واستمر ربنا يدي الوصية للراجل، للأب، في الأسرة، في القيادة، في ده في ده في ده الأب. لكن كتير مننا كآباء سيبنا الموضوع ده وقلنا ربنا لا 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 أنا مش فاضي، اللي انت عطتهاني هي اللي هتعمل الموضوع ده. رح رمين الحمل كله على ايه؟ على الزوجة، على الأم. فهنتكلم النهاردة عن الأسرة، هنتكلم عن تربية الأبناء، هنتكلم عن دورنا إحنا كآباء وأمهات إيه، وربنا عايز مننا إيه،
وإيه الأدوار اللي ربنا حطها علينا كمسؤولية وحيطلبها مننا. هيقول أنا عطيتك وقلت لك وإنت ما عملتش في حاجات كتير، عطيتك وزنات وإنت ما تجرتش بيها. ولادنا دول إيه؟ وزنات، مش كده؟ كتير مننا يقول لك أنا ابني شقي، أنا ابني زي العفريت ماشي على الأرض بطلع عيني ممرر حياتي. نقول له ابنك اللي زي العفريت اللي ماشي على الأرض اللي ممرر عيشتك ده البركة اللي ربنا أعطاها لك، ده نعمة من ربنا، ده الميراث اللي ربنا أعطاه لك، ده الوزن اللي ربنا أعطاها لك. هنتكلم مع بعضينا عن الأدوار في الأول، بعدين هنتكلم على أنماط التربية اللي المفروض بنستخدمها، وربنا أعطينا أمثلة كثيرة للأنماط اللي في التربية في الكتاب المقدس، وبعدين هنتكلم على مهارات التربية. أنا ما بديش محاضرات، يعني حتى في الجامعة ما بقدرش أتكلم أكتر من 5-6 دقايق وبعدين أخش في مناقشة وبعدين أتكلم شوية تاني وأدخل في مناقشة، لأنه easy come easy go. وبيعجبني قوي مثل صيني بيقول I hear and I forget، I hear and I forget، أسمع وأنسى. I see and I remember، لما بسمع وبعدين أشوف اللي بسمعه هتذكره. I do and I learn، يعني أسمع وأشوف وأعمل بيدي فبتعلم. عشان كده الأمهات الموجودين معانا هنا اللي مامتها كانت بتدخلها معاها المطبخ وهي بتعمل أكل، بتعمل كيكة وتقول لها تعالي بصي شوفوا أنا بعمل إيه، وتديها التعليمات وبعدين تقول لها تعالي اعملي معايا، فبتعمل إيه؟ بتسمع وبتشوف وبتعمل بيدها فبتتعلم. عشان كده أنا في ندواتي في محاضراتي في مناقشاتي بحب المناقشة، بحب المناقشة. بالنسبة لكم ولادكم بتعتبروهم إيه؟ عايز أسمع، ده غير الأسئلة، الأسئلة تيجي بعدين، بس لازم نتناقش مع بعض. كل واحد يقول لي ولاده بالنسبة له إيه؟ أنا طبعاً أب وجد، أنا أب لرجلين وجد لحفيد وحفيدة، فمريت بكل الحاجات دي غير ان انا بدرسه وفي العيادة بتاعتي كل يوم ما عندي اباء وامهات في العيادة بتاعتي ومتزوجين ومتزوجات ومشاكل الدنيا بشوفها. لو عندنا وقت هسمعكم حاجات صغيرة. احدث حاجة لسه الاسبوع اللي فات، واحدة عندها 69 سنة، 69 سنة، لو سمعتكم جزء من الجلسة بتاعتها هتعيطوا، كانت بتعيط بحرقة عشان من حوالي 65 سنة فاتت أمها كانت بتهملها. لغاية دلوقتي بتتعامل على إنها طفلة عندها 4 سنين، عايزة دايما حد ياخد باله منها لان امها ما كانتش واخده بالها منها، لسه فاكره لغايه دلوقتي. ولادكم بالنسبه لكم بتعتبروهم ايه؟ بركه من ربنا، ميراث من ربنا، نعمه من عند ربنا، هديه من ربنا. حلو قوي. وايه تاني؟ وزنات بنتاجر بيهم ولا لا؟ ولا بندفنهم؟ بنتاجر طبعا. بنكبرهم، بنعلمهم. وايه تاني؟
ونرشدهم كويس. حد يقدر يقول لي آية في الكتاب المقدس بيتكلم عن علاقة الأولاد بوالديهم ووالديهم بهم؟ أيها الآباء لا تغيظوا إيه؟ ليه؟ لألا يفشلوا. ما قالش أيها الآباء والأمهات، أيها الآباء in English fathers، fathers الآباء. عشان كده أنا بقول مبسوط النهاردة أشوف أباء، عدد من الآباء أكبر. يؤسفني الأم اللي جت، كتر خيرك بشكرك وربنا يباركك ويديكي الصحة، بس لازم يكون ليكي دور، إن رجلك جوزك لازم يكون متواجد. يقول لك أصلا أنا بشتغل عشان أجيب لهم أكل وشرب وأعيشهم عيشة كويسة، ربنا مش عايز ده. احنا كتير مننا we live to work، بنشتغل عشان نشتغل، بنعيش عشان نشتغل، لكن المفروض نعكسها we work to live. احنا بنشتغل عشان نقدر نعيش، مش عايشين عشان نشتغل وبس. طيب نكمل الآية، في ليها تكملة. لا تبعد ولا تغيظ أولادكم كي لا يفشلوا إيه، بل إيه. حد يطلع، طب طلعوا التليفونات دلوقتي، تدخلوا على التليفون تسألوا أنكل جوجل يدي لك كل اللي أنت عايزه. شكرا شكرا. في آية تانية بتتكلم عن علاقة البنين بالآباء والأجداد، حد فاكر منها حاجة؟ لا 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 لا، خلينا الآية الجزء الأولاني ما كملناهوش. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بإيه؟ بتأديب الرب وإنذاره، بل ربوهم. حد فاكر in English إيه بيقول إيه؟ Fathers don't provoke your children to anger. في التفسيرات يقول لك كده ايه، by the way you treat them، بالطريقة اللي انت بتتعامل بيها معهم. من شوية في القداس كان قدامي اب وام ومعهم طفل صغير. الطفل من ساعة ما دخلت الكنيسة ما فيش حاجة بقه غير كلمة نو 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 نو. أبونا واقف القداس في الآخر خالص عشان كلمة نو اللي كان الولد بيقولها. الأب شاله وراح واخده طلع بيه بره. By the way you treat them but bring them up in the discipline and instruction، discipline and instruction of the Lord، تأديب الرب وإنذاره. ربوهم تربية، تربية مش أكل وشرب ولا لبس ولا إلكترونيكس. يعني بشوف حاجات عيال في حضانة صغيرين 2-3 سنين 4 سنين لابس ما أعرفش ساعة إيه، أنا لابس ساعة عادية وولادي جايبينها لي هدية، يعني ساعة بتتكلم وبيشوف فيها حاجات وبيشوف ما عرفش فيها ايه، وفي سيلفون معاه وفي ايباد معاه ولسه في 4-5 سنين. دا
ده اللي احنا بنفتكر او اباء وامهات كتير فاكرين ان هو ده ايه دورنا. احنا نجيب لهم بس في حدود. في حاجه تاني اهم من الحاجات الماديه، البني ادم زي الثالوث، عباره عن ايه؟ نفس وروح وجسد. كتير مننا بنهتم بس بايه؟ بالجسد، بالجسد. النفس هي الأهم. النفس عاملة زي رمانة الميزان، في النص بتقدر تشيل الروح وتشيل الجسد، بتقدر النفس تشيل الروح وتشيل الجسد. فالنواحي النفسية في التربية مهمة جدا. مش بتكلم ده على إني دي شغلتي، لا، الكتاب المقدس على نفس الكلام ده. المسيح نفسه لما اتكلم قال نفسي حزينة حتى الموت. النفس الحزينة، الكتاب بيتكلم عن النفس الشبعانة والنفس الجوعانة. النفس الشبعانة بتعمل ايه؟ تدوس العسل. وللنفس الجوعانة ايه؟ اجيب لبنتي وابني كل الحاجات اللي هم عايزينها، الهدوم واكله وفسع وشرب والالكترونيات وكل الكلام ده، بس نفسه جعانه، نفسه جعانه، نفسها جعانه. بشخط وبنطر في البنت. البنت دلوقتي ممكن توصل لسن البلوغ بدءا من ما بين 8 بلوغ مبكر او 9، من 9 ل 12 تطلع بره نفسها جعانه، مش لاقيه لا حب ولا حنان من الاب في الاول وبعدين الام. بتكلم على البنت. اللي بيحصل انها اي حد يقول لها كلمتين حلوين بتروح له. ام قالت لي، في واحده من الامهات الاسبوع اللي فات بتقول لي بنتي عندها 5 سنين موديها مدرسه خاصه، وركبت الباص وراح المدرسة، رجعت بتقول لها مامي I had a crush on a boy on the bus. I had a crush on a boy on the bus. يا لهوي crush. الأم بتقول لها crush. Do you understand يعني ايه crush? Do you like him? No mommy, I love him. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ فزي ما بقول تاني، نفسيه الطفل او نفسيه اولادنا مهمه قوي اكتر من احتياجاتهم الجسديه. نعم. لا انا عايز الصراحه. انا متفق معاك 100%. اذا كانوا هم اشكرك. يبقى عايزين رب الاباء والامهات. قدس ابونا مينا، يعني انا مش عايز اتكلم عشان الشيطان ما ياخدش مننا البركه. يعني انتوا عارفين عشان نعمل اجتماع زي ده ويجوا ربنا يبارك الموجودين يعني حوالي 20 واحد بكتير، شهور كتيرة، ساعات كتيرة اجتماعات، وساعات كتيرة توضيب، وناس كتيرة اشتغل عشان تعمل الفلاير ويعملوا ده ويعملوا ده ويعملوا ده. بس الأسر مش عايزة، في أسر كتير مش عايزة، مش هنقدر نجيبهم للبيت. إذا ربنا بيحترم حريتهم إحنا كمان لازم نحترم حريتهم. إحنا علينا نقول، علينا نعمل اللي ربنا طالبه مننا، لكن نجيبهم غصب عنهم ما يحصلش. فأنا متفق معاكي، لازم الأب والأم يبقى عارفين كويس قوي قوي. وعشان كده أنا كنت مصر إن احنا نقول الترنيمة بتاعت يا جمال الأسرة المسيحية. الأب ليه دور، ودور كبير قوي قوي، زي ما الأم ليها دور كبير ما يقلش عن الأب. إيه بقى في الآية اللي قريناها دي؟ أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. في
في وكنت بدأت أول حاجة تانية كتاب قال حاجة عن علاقة الأبناء بالأباء وعلاقتهم بالأجداد. حد فاكر تاج إيه؟ تاج إيه؟ في حاجة آية باسمها تاج. أيوة تاج الشيوخ الأحفاد وإيه؟ وفخر الأبناء أباؤهم. افتكروا دي قوي، تاج الشيوخ الأحفاد، يعني أنا أحفادي هم التاج اللي فوق راسي، وفخر الآباء الأبناء أباؤهم. ابني لازم يفتخر بيا. يعني ابني يفتخر بيا علشان أنا ربيته صح، مش أكلته صح ولبسته صح وعملت له كل الحاجات وطلعته فيكيشنز وإلى آخره وجبت له عربية لا لا. أنا عندي حالات في العيادة الولاد وصلوا لمرحلة من التدني في حياتهم والألم النفسي بسبب عدم وجود الأب جنبهم، بسبب عدم وجود اللي بنسميه الميل فيجر. ميل فيجر ضروري جدا 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 يكون في ميل فيجر في البيت، أب، في أب. عشان كده لما الأب يبقى مش موجود في حد تاني من العيلة، جد بياخد الدور، عم بياخد الدور، خال بياخد الدور، بس كل دول ما بيقوموش بنفس الدور اللي المفروض يقوم به الأب. أول وظيفة ليا هي وظيفة التعليم، معلم، سواء أب أو أم. وظيفتي إن أنا أعلم، بل ربوهم تربية. وكان عندنا زمان في مصر أقول لك وزارة التربية والتعليم، التربية والتعليم. أنا دوري في البيت إن أنا أربي وأعلم، جزء من التربية هو التعليم. إزاي أعلم ولادي في دوري كمعلم؟ واحد، سؤال وجواب من خلال فتح حوار مناقشة مع أولادي. كم واحد فينا بيعمل quality time family time كل يوم؟ إن شاء الله 10 دقايق، مش أكتر من 10 دقايق، بعد العشاء، بعد الغداء، بعد الفطار، أي كان الأسرة كلها موجودة، الولاد مع الأب والأم، 10 دقايق مش أكتر، مش عايزين أكتر من 10 دقايق بعد ما نخلص أكل، ومن غير تلفزيون، من غير أي حاجة بتعمل لنا ديستراكشن. كم حد فينا بيقعد 10 دقايق يتكلم معه؟ كويس كويس زي الفل. ده بيشبع جزء من الاحتياجات. بمناسبة الأحضان، احنا شعب جميل بيحب يحضن، يعني كلنا بنحب نحضن، يعني جايين من مصر معروف كده عندنا الفيزيكال تاتش مهمة قوي. غرقوا ولادكم وجزانكم وستات زوجاتكم، غرقوهم بوس وأحضان، بوسوا وحضنوا على طول. ده مرهم، بقول مرة تانية ده مرهم. كل بني آدم فينا عادي محتاج على الأقل أربع أحضان في اليوم to survive. أنا مش هبوظ أخلاقكم، ما تقلقوش. أربع أحضان في اليوم to survive عشان يقدر يعيش. الحضن مش لازم حضن، يعني لا، حضن
انا حتى بعلم المرضى اللي عندي في العياده لو ما لقيتش حد يحضنك احضن نفسك. بنعلمه حاجه اسمها باتر فلاي هاج، كده طبطب على نفسك. عارفين الطبطبه؟ طبطبه. المسيح له المجد كان في اوقات كتير محتاج الطبطبه، فاكرين؟ فستان جسيماني، ايه ده؟ يروح يصلي ويرجع نايمين، يروح يصلي ويرجع نايمين. ايه؟ اما قدرتم، أما مش قادرين، ده انا كنت محتاج لكم، ده انا نفسي حزينه، ده انا رايح الصلب، ده انا عايز حد يكلمني، عايز حد يطبطب عليا. اربع احضان، احضن ابنك، احضن مراتك، احضن بنتك، احضن نفسك، احضن لو عندك بيت في البيت، بس طبعا لو ولادك يبقى افضل. ثمان احضان، ثمانيه فور مينتنانس، صيانه. 12 تو جرو تو ديفلوب تو نورش. اللي يقدر يعمل الموضوع ده، ده هو نسبة الأحضان. بس ده مش كفاية، لازم نتكلم. بنشوف مع بعضينا موفي، الموفي بتاخد ما بين ساعة ونص وساعتين. طب ايه رأيكم قبل ما نعمل الموفي نشوف الموفي ده؟ محتاجين 10 دقايق بس نقعد نتكلم، نتكلم مع الولاد يتكلموا معانا. زيهم 10 دقايق على الأقل بين الزوج والزوجة في أي وقت، مفيش أي حاجة تانية حواليك غير إنك باصص في عينيها، باصة في عينيك، مشبكين إيدك في إيدها. ده اللي إحنا محتاجينه. بنروح الموفي مع بعض، بناكل مع بعض، بنسهر مع بعض، بنلعب جيمز مع بعض، حلو قوي. بس فين الحوار؟ أخد وعطا، في حوار. ابني يحس ان انا بسمعه ومن غير اي ديستراكشن، يعني من غير ما يبقى ماسك التليفون في ايدي. انا سامعك، قول ايوه وبعدين. حلو، كويس. طب بابا انا بكلمك، معلش اصلي عندي تكست مسج لازم ابعتها. اصل الشغل بعت لي. نو، الزمالك والاهلي. فأنا اهتمامي كله لإيه؟ لولادي. الست اللي بقولك عليها دي كان عندها 4 سنين، كانت تبقى بنت، عندها بنتين، 69 سنة دي المريضة اللي عندي، ومعها أختها تاني أكبر منها بسنة. كانت بتبقى شايفة بناتها ومعها حد تاني بيتكلموا، فبيحاول يكلموها، هي مش واخدة بالها، بتكلم مع الشخص التاني اللي هو معاه. فلما بتكلم على الكواليتي تايم يعني نو ديستراكشن، مفيش أي حاجة تانية حوالينا، لا تلفزيون شغال. أنا بعرف إن في ناس بيصلوا والتلفزيون شغال، بيصلوا مع أولادهم والتلفزيون شغال قدامهم. فين الصلة؟ زيها مع أولادي أو مع مراتي لازم يكون في حوار. من خلال الحوار ده يبقى أنا بعلمه من خلال سؤال وجواب. أول طريقة كمعلم السؤال والجواب، يبقى لازم يكون عندي بيئة تصلح إن ابني يسألني وأنا بسمعه وأقدر إيه؟ أقدر أجاوب. نعم، عندها سؤال. طب وهي انت محرجه تسالي؟ الطريقه الافضل اللي نبدا بيها الحوار مع جوزنا مع اولادنا ازاي يعني؟ الطريقه انت بتكلمي مع جوزك؟ بتكلم مع جوزك. بتتكلمي ازاي؟ بساله هو عملت ايه في الشغل، بحكي له مثلا اولاد عملوا ايه معايا، مثلا يقول لي كلمه كويس، حاجات زي كده. لو انا بقول احكي له القصه، عملت ايه النهارده، عملت غلط النهارده، عملت بس كله بتكون في عصبيه شويه.
بتكون عصبية منك ولا منهم؟ إن شاء الله في ندوة تاني هنتكلم عن مشاكل الآباء والأمهات ضد الولاد، مشاكل الآباء والأمهات ضد الولاد. نعم، ما دي أنا بقول، أنا لسه بقول ورشة تانية، مشاكل الآباء والأمهات ضد الأولاد. العصبية، عارفين لما واحد يقول إيه؟ انا مثلا اقول لمراتي انت جميله قوي 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 قوي، وانا بحبك جدا جدا جدا، بس انا ضيعت كل الكلام الحلو اللي انا قلت. ابني جه من المدرسه بيقول لي داد اي جوت ذا ريبورت، ابص في الريبورت بعدين اقول له ايه، انت ممتاز 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 ممتاز، بس لو كنت تقدر تجيب كله الفول جريد فول مارك هتبقى ممتاز. زمان قوي قوي واحنا في مصر قبل ما نيجي امريكا، انا كنت استاذ في كليه التربيه جامعه اسيوط، وكان ابني الصغير يعني ربنا يخلي لكم راجل دلوقتي واخد وظيفه حلوه قوي، كان لسه اولى ابتدائي تانيه ابتدائي، جاب مره من مرات 9.5 من 10 في ماده، مامتهم مضحيه الى اقصى درجه، يعني ما كانش بتشتغل لغايه ما 10 سنين، لغايه ما الولاد وقفوا على رجليهم الولدين يعني. فزعلت قوي، كل المجهود اللي انا عاملاه معاك وكل ده ومش قادر تجيب 10 من 10. انا سكت ما اتكلمتش. لما تكون مراتي بتشد مع الولاد انا بسكت، لو انا بشد مع الولاد هي بتسكت. بس في اباء وامهات ايه، الاب لما يزعق الام تقول له بتعمل كده ليه او العكس، ما ينفعش قدام الولاد، لازم يكون ايه، وحده مع بعضينا، بعدين ممكن ناخد بعض على جنب ونقول اللي اتعمل ده ما كانش صح، بس بعيد عن الولاد، عشان لو انا شديد ومراتي قدام ولادي احن مني من عليهم مني هيعملوا ايه، هيبتدوا يبعدوا عني ويلزقوا فين، في امهم، ولو العكس برضو بيبقى صحيح. سكت وخلصت بالليل، خدت الولد قلت له تعالى نطلع برا ناكل ايس كريم، رحنا ناكل ايس كريم، الايس كريم ده كان يعني وسيله شغاله قوي معايا مع ابني الصغير. قلت له انا عارف ان ماما عشان بتحبك فعايزك تبقى من الاوائل، بس 9.5 ممتازة جدا، 9.5 حلوة خالص، و9 كمان جميلة، بس انت تقدر، دي قدراتك، ما تقدرش تعمل اي حاجة تانية، ولا ممكن تقدر؟ لا يا بابا ممكن اقدر. ممكن تقدر تعمل ايه؟ ممكن اجيب 10 الشهر الجاي. طب عايز ايه اللي ممكن نعمله معاك عشان تجيب 10 عشان تبقى ماما مبسوطة وانت مبسوط؟ مناقشة، تتناقش مع ابنك. المشوار كله ده خد ايه، 1/2 ساعة، رحنا اكلنا ايس كريم ورجعنا، ورجع قال له ماما انا اسف هشد حيلي والمرة الجاية اجيب 10. ده الحوار اللي انا بتكلم عليه، العشر دقايق بتوع المناقشة، السؤال والجواب، السؤال والجواب. القدوة والمثل، كل واحد فينا يسأل نفسه هل أنا قدوة ومثل جيد لولادي ولا لا؟ يعني لو أنا جيت اشتكيت، لما حد بيجي يقول لي في العيادة أنا ابني عنيف على طول غضبان، بسأله
احكي لي عن نفسك واحكي لي عن طريقة التعامل مع شريك الحياة. بتلاقي ان الولد عنيف لان في حد في البيت تاني. ابونا بقول البطاريات بتخلص مني، ما اعرفش المايك مش حاببني ولا انا عندي حاجه بتشفط الشحن. فانا اسال نفسي، انا عنيف في ردودي، انا عندي غضب، انا ما بسمعش، ايه اللي بيخلي ابني او بنتي بتتصرف بالسلوك ده؟ يبقى نعم. حضرتك عصبية؟ لا حضرتك عصبية؟ باباهم عصبي؟ لا العلاج هنتكلم في العلاج. نعم. لو انا من ابنك مكانه وانت عصبية او بابا عصبي، قلت لي على مهلك نتناقش، اقول لك كلمي نفسك. ايوه اشكرك. يعني اللي انا بقوله يا جماعة مش كلام كتب، ده كلام واقعي من الحياة اللي انا بشوفه يوميا في العيادة. الولاد من صغرهم، عايز اقول لكم على سر، الأم لما بتبقى حامل الجنين بعد 4 شهور من الحمل بيبتدي يمص كل حاجة حواليه، كل حاجة. سفنجة، عارفين السفنجة؟ مين عايزين تنظف أي حاجة حط السفنجة عليها تشرب. الجنين بعد 4 شهور بيبتدي يلقط. عشان كده بنقول إيه؟ اسمعي ترانيم وانت قاعده، اقري قصص وانت قاعده، اقرا قصص للجنين اللي جوه بطني. ايوه هو بيسمع، هو بيحس، هو بيشرب، بيلقط. انت قلتي هو قالها لبابا، والكتاب علمنا وربنا قال لنا قبل ما تعمل ايه اعمل ايه، قبل ما تنظر ايه، القذا مش الخشبة، القذا حتة معرفش ايه قد كده، اعمل ايه؟ اطلع الخشبة اللي في عينك في الأول، حينئذ تبصر جيدا فتشوف القذا. أنا أسأل نفسي ابني بيعمل كده ليه؟ بنتي بتعمل كده ليه؟ ممكن أكون أنا مش عصبي ولا بتنرفز، بس ابني أو بنتي بيتعصب ويتنرفز، بس في حاجة غلط أنا بعملها. إيه؟ أنا مش بسمع، أنا مش متواجد. ابني جاي من المدرسة أو بنتي جاي من المدرسة عندها مشكلة ونفسها تكلمني، بس أنا مش فاضية، أنا بعمل لكم الأكل، أنا بعمل الغسيل، أنا عندي شغل، مش فاضي. أنا مش فاضي لابني، حتى لو أنا مش عصبي بس أنا مش فاضي، مش قادر أديهم الاهتمام اللي هم عايزينه، الوقت اللي هم عايزينه. فلو انا عايز ابني يسمع لازم انا اكون قدوه في الاستماع. لو عايز ابني يكون هادي في الحوار لازم اكون انا قدوه في الحوار. لو عايز ابني يبقى حنين لازم اكون انا حنين ويشوف ده يشوفه. بطرس الرسول كان عنده تلميذ، فاكرينه اللي قال له ايه؟ وانت منذ، من هو تلميذه ده؟ تيمساوس. ماله تيمساوس؟ مين اللي علمه؟ امه وجدته. ايه ده؟ هو ده التربيه اللي بيتكلم عليها الكتاب،
بل ربوهم في خوف الرب وإنذاره. يبقى قلنا أنا كمعلم لازم أعمل إيه؟ سؤال وجواب، حوار، وقت، قدوة، المسبح العائلي مهم جدا، مهم جدا. حتى لما بطلع ولادي وهم صغيرين بيقدر يتكلم بس يقول كلمتين بس، Thank you God، كفاية قوي. بعلمه يبتدي يتعلم يصلي قبل ما يأكل، بناكل ها يلا مين هيصلي لنا، صلي Thank you God for the food، Thank you for my family، كفاية قوي. مش لازم نفضل ايه نعلمه صلاة طويلة، بعلمه ازاي يبقى عنده علاقة بربنا، مسبح عائلي، مسبح عائلي. الدور الثاني هو دور التلمذة، يبقى أول دور هو دور التعليم، الدور الثاني هو دور التلمذة. عارفين يعني ايه تلمذة؟ بيقولوا كده التقليد والتاريخ بيقول ان، والكتاب المقدس بيقول ان المسيح كان بيشتغل ايه؟ ده معلم، ده لما كمل 30 سنة، قبل ما كمل 30 سنة كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل نجار. فين النجار ده شغال فين؟ مش سامع. ورشة، ما بتاعت مين الورشة دي؟ يوسف النجار، قديس يوسف النجار. كان بيتلمذ، كان بيعمل ايه؟ بيتلمذ. وحتى الكتاب بيقول ايه؟ اذهبوا ايه؟ عمدوهم ايه؟ تلمذوهم، عمدوهم وتلمذوهم. يعني ايه تلمذة؟ لا التلمذة ليها حاجة تانية غير التعليم. learning ماشي. التلمذة ان انا، فاكرين من شوية قلت بسمع وانسى، لما اشوف افتكر، ولما اسمع واشوف واشتغل بايدي اتعلم، هي دي التلمذة. انه يجي يقول له تعالى كده، قديس يوسف النجار كان بيقول له تعالى، ادي حتتين خشب اهو، وادي الغرة اللزق، يلا وريني تعمل فيهم ايه، يوري له، يمسك الفرشة، شوف انا هعمل ايه، هغري حتتين مع بعضهم وحلزقهم، وريني تعمل الحتة تانية ازاي، يخليه يعملها قدامه بايديه. تلمذة، تلمذة، تلمذة اللي بيعلم وبيتلمذ هنا بيدي تعليمات وبيخلي الشخص اللي قدامه ايه؟ يمارس، يمارس قدامه. وهو لو عمل غلط يقول له كويس، دي حاجة كويس، المرة الجاية هتبقى ايه؟ هتبقى صح، هنتعلم تاني. نعم كويس، ده صح، ده صح، لأن الاتنين شخصين مختلفين، الاثنين شخصين ايه؟ مختلفين. يعني ايه مختلفين؟ يعني عندهم قدرات ذهنية مختلفة، عندهم قدرات بدنية مختلفة، عندهم نواحي نفسية مختلفة، عندهم أهداف في الحياة مختلفة. برغم أنا كأب وأم أنا فير مع أولادي، بعمل كل حاجة بالظبط لده زي ده زي ده، بس النتيجة مش ممكن تبقى ايه؟ واحدة. كتاب قال ايه؟ 30 و60 و100. 30 حلوين كمال، والستين حلوين كمال، والمية حلوين كمال، بس 30 هو ده مجهوده، والستين هو ده مجهوده، والمية هو ده مجهوده. عشان كده في الوزنات قال ايه؟ وزنة وايه؟ وكم؟ وخمسة. في وزنات، في كل واحد ربنا عطيه له وزنات. هو دي، هو ده مقدرته. ممكن يكون ما عندوش الابن اللي هو ماما ما عملتش بركة انا كمان مش هعمل،
الدفعية بتاعته أقل من الدفعية اللي عند إيه؟ اللي عند أخوه. الأهداف اللي في دماغه غير الأهداف اللي في دماغ أخوه. هو ده راضي بالقليل، أخوه مش راضي بالقليل، أخوه طموحاته أعلى، هو طموحاته على قده. في العلاقة مع ربنا. الديفرنس اني ممكن اكون طريقة الكلام معاه محتاجة تتغير شوية، اشوف هو عايز ايه، اشوف هو عايز ايه. يعني النقطة السوداء اللي انتم شايفينها دي هي المشكلة اللي عندي، هي التشالنج اللي عندي، بروبلم اللي عندي، الحاجة اللي منغصة حياتي عليا، هي النقطة السوداء. فلو انا باصص بس على النقطة السوداء، عيني بس على النقطة السوداء طول الوقت، فانا مش شايف غير المشكلة. علشان نتعامل صح سواء في علاقات زوجية أو علاقات أسرية مع أولادنا، أشيل عينيا شوية من النقطة السوداء، أبص على إيه؟ على الجزء الأبيض. الورقة فيها نقطة صغيرة سوداء بس معظم المساحة بيضة، أدور على إيه الحلو في ابني او بنتي واركز عليه، اركز عليه، اركز على الحلو. المسيح لما قابل الشاب الغني، المسيح عارف كل حاجه، عارف ان الشاب الغني حافظ كل الوصايا، ولا المسيح ما كانش عارف؟ عارف. يقول له اعمل ايه عشان ارث ملكوت السماوات؟ يقول له احفظ الوصايا. يقول له ها لو احفظ الوصايا ده انا حافظها، ما انا وانا قد كده وانا صغير ابويا وامي علموهاني حفظوهاني. فالمسيح بيقول لك ايه؟ الكتاب بيقول لنا ايه؟ فنظر، نظر اليه وايه؟ واحبه. حب من اول نظره يا ربي. ايوه حب من اول نظره، بص للشاب واحبه. الشاب حس بحب المسيح ليه؟ أيوة، لغة الجسد بتاعت المسيح بتقول للشاب ده أنا بحبك عشان أنت حفظت الوصايا من صورك. في حاجة بس صغيرة عايزك تعملها، ينقصك شيء واحد. اعمل إيه؟ اذهب وتعالى اتبعني. لغاية كده مش حاضر. هو ده لغاية كده مش حاضر. أنا هحفظ الوصايا بس مش هقدر ابيع اللي قدامي واللي ورايا وامشي وراك. فادور احتياجاته ايه واحبه زي ما هو، وبعدين اشوف ايه اللي ناقص عنده عشان اقدر اكمله معاه. يبقى ما ركزش على الوحش، ادور على الحلو واعمله. ما ركزش على المشكله، ادور على الحلول وابتدي ابني فيها. التلمذة من خلال الكلام تعليم، من خلال المشاهدة لازم يشوفني قدوة حسنة. يعني أنا بتكلم مع مراتي وبقول لها ده النهاردة في الاجتماع كان شايف ناس ما أعرفش إيه، واحدة لابسة إيه، وواحد عامل إيه، وأبونا قال إيه، وأمنا الفلانية قالت إيه، وقدام عيالي. تتخيلوا ان ابني
مش هيتكلم على أصحابه؟ هيتكلم على أصحابه، لأن أنا شايفني أنا بتكلم عن الناس اللي كانت في الكنيسة. ففين القدوة هنا؟ فين القدوة؟ يبقى التلمذة من خلال القول، ومن خلال المشاهدة، من خلال التدريب، من خلال التشجيع، من خلال التشجيع. كلنا بنعمل أخطاء. شوف الكتاب يقول إيه؟ أتركها هذه السنة. أعمل إيه؟ أضع تحتها إيه؟ ها؟ وأنقب. يمكن السنة الجاية تجيب إيه؟ تجيب ثمر. التشجيع دايما بقول كده، أنا طالما بحاول أنا بنجح، طالما بحاول أنا بنجح. كم مرة أحاول؟ مرة، اثنين، عشرة، عشرين، سبع مرات، 70 مرة. أيوة، حاول، حاول على طول. As long as I am trying, I am succeeding. As long as I am trying, I am succeeding. طالما بحاول أنا بنجح. I will only fail when I stop trying. I will only fail when I stop trying. هفشل حينما أتوقف عن المحاولة. علمتهولك مرتين ثلاثة وانت زي ما انت مخك تخين. انا اسف جدا بقول للاب والام اللي قال الجملة دي لابنه ولبنته، حضرتك او حضرتك اللي مخك او مخك مش مظبوط. تشجيع. كتاب قال ايه عن الركب المرتخية؟ قليل الأقوياء يعملوا إيه للضعفاء؟ هو ده اللي نتعلمه. ربنا أعطانا كل مبادئ التربية، وهو بيعاملنا كأب. كل واحد فينا يسأل نفسه، ربنا بيعاملني إزاي عشان أقدر أتعلم منه كقدوة وأعلم أربي أولادي. الدور الثالث هو أعلمهم رسائل إيجابية في حياتهم، أديهم رسائل إيجابية. يعني أقول لابني أو لبنتي It's okay to be different. مامي، دادي، البنت الفلانية، الواد الفلاني في مدرسة الأحد كان أشطر مني، كان بيجاوب كل الأسئلة بتاعت المدرسة. أنا جاوبت سؤال واحد، It's okay honey. It's okay to be different. أنا كنت بلعب مباراة وجريت 10 دقايق وتعبت، بس الولاد التانيين كانوا بيجروا 40 دقيقة. It's okay to be different. مفيش مشكلة إنك تكون مختلف. أنا عايزك مختلف. أنا بشكرك الصراحة. راحة. أنت إيه اللي بتقوله يا دكتور؟ يعني كويس تقبله كمختلف وخلاص وسيبه كزي ما هو؟ ما أنا لسه حاكي الحدوتة مع ابني اللي كان في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي. 9.5 حلوة وممتازة، 9 كمان ممتازة، بس أنت تقدر تعمل حاجة أحسن؟ أيوة يا بابا ممكن. تقدر تعمل إيه؟ أجيب 9.5 الشهر الجاي، ماشي. أجيب 10 الشهر الجاي، طب هجيبهم إزاي؟ هعمل. هو ده اللي عايزين اقوله. I am encouraging him to do more لكن at his own pace، حسب قدراته. ابني مش قادر يجري اكتر من 10 دقايق، لازم تجري 20 دقيقة. طب قلبه هيقف. افرح انا عشان جري 20 دقيقة؟ مش هفرح. يا جماعه هقول مره ثانيه، انا عايز ابني ككل يبقى ناجح جدا في المدرسة وبيطلع من الأوائل وكل الجريدز بتاعته A و A بلس، ولو في الكلية الدين حطه على الليست بتاعت الدين وعطوله سكولرشيب
بس ابني غير اجتماعي لانه كل تركيز اللي خلفوه في المذاكره عشان ترضي مين؟ ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش، عشان ترضي باباها. انا امبارح انا كنت اتكلم انا ومراتي، كان في حاجه في التلفزيون عن النتائج ودرجات، حد بيتناقش في حاجات، قلت لها تخيلي، قالت لي في حد بيسال حد جاب كام في الثانويه العامه، قلت لها ما حدش بيجي يسال حد. انا زمان كنت لما كنت في ذاك الثانويه عامه كان نفسي ادخل صيدله، حصل الظروف وعيد في الامتحانات والى اخره، جبت درجات، جبت 67.5%، دخلت كليه التربيه، زعلت. بعد شويه بقيت استاذ في كليه التربيه، استاذ دكتور في كليه التربيه، 67.5%. طب لو كنت دخلت صيدله كان زماني حابب اشتغل صيدلي، اهلي ما عندهمش فلوس يفتحوا لي صيدليه، هبقى شغال في صيدليه، هشغال مندوب مبيعات، بقيت استاذ جامعه في مصر، ومشيت من مصر بقيت استاذ جامعه ودكتوراه تانية وماجستيرات تانية في امريكا، عندي عياده، عندي ناجح في 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 علاقاتي مع الناس، عندي اسره جميله، عندي اولادي ناجحين. عايزين ولادنا يبقوا عندهم بالانس في حياتهم، ما ركزت على حاجه واحده واسيب الحاجات التانية. ذا هول بيرسون، ها، بادي سول اند سبيريت، متكامل، يعني يتخرج ببي ويقدر يقدم على وظيفه وينجح في وظيفته ويبقى ناجح اجتماعيا، ناجح في علاقاته مع ربنا. هو ده اللي انا عايزه. ثانك يو. ناجحا في كل شيء، في كل شيء. عايزين النجاح يبقى في كل حاجه، شخصيه متكامله. ما ينفعش اربي ولادي بالطريقه اللي انا اتربيت بيها، وما ينفعش اعلم ولادي بالطريقه اللي انا اتعلمت بيها. يعني انا والدي ووالدتي الله يرحمهم ما كانش معاهم دكتوراهات، معاهم شهاده ابتدائيه، ربوني علموني انا واخواتي على قد ما قدروا. ما ينفعش انا بتعليمي وقدراتي دلوقتي اربي بنفس الطريقه اللي كان اهلي بيه ربوني بيها، ما ينفعش. اخد الحلو منها واطبقه، والحاجات اللي ما ينفعش مع اولادي ما ينفعش اطبقها. نفس الكلام على الزوج والزوجه. لما قبل ما اتجوز انا جاي من اسره في قيم، في مبادئ، في تعليم. شريك الحياه جاي من اسره برضو قيم ومبادئ وتعليم. ما ينفعش ان انا ايه اعيش باللي انا جاي بيه من بيتي، من بيت اهلي، ومراتي تعيش باللي جاي بيه من بيت اهلها. ما ينفعش. ليه؟ عشان ده هيفشل الزواج. تخيلي دكتور منير بيقول كده، ده هيفشل الزواج. بيقول كده ايه؟ يترك الرجل وايه؟ اباه وامه ويعمل ايه؟ يلتصق بامرأته، بزوجته. يترك الرجل اباه وامه، مش يعناه يعني ايه؟ يعني يزبلهم، يقول لهم باي باي مع السلامه، ربتوني كبرتوني وجوزتوني، كتر خيركم، مش عايز اعرفكم، اغربوا عني. لا، ما بيقولهمش كده. ده يترك الحاجات اللي جايبها معاه، اللي مش هتنفع معاه. كلمة يلتصق بامرأته ويصير الاثنان ايه؟ جسدا واحدا. كنا بنتكلم شوية على المسيح، كان بيتلمذ بيشتغل في النجارة مع القديس يوسف النجار. علشان أنا أجيب حتتين خشب وأطلعهم حتة واحدة، ولأي حد يشوفها ما يحسش إن هم دول حتتين، ده هي حتة واحدة. لازم أعمل لها إيه؟ بجيب الحتة الأولانية، وعارفين في صنفرة، النجار عنده حاجة اسمها الفارة. الفارة دي يفضل تساند، يصنفر، يصنفر كل الحاجات اللي في الخشبة، الحاجات الوساخة والنقط والنقر والمعرفش البروزات، كل ده يشيله وينعمها على الآخر نعمة.
والناحية التانية أن الخشبة التانية برضو ينعمها على الآخر. هو الاستنفار اللي احنا بنعملها، أنا أصنفر اللي أنا جاي بيه من بيت أهلي، وهي تصنفر اللي جاي بيه من بيت أهلها الحاجات اللي مش نافعة، عشان يبقى الاتنين ناعمين. الحاجة الحلوة الخشبة زي ما هي خشبة، بس شلنا الرطوش اللي فيها الحاجات الوحشة ونلزقهم ببعضهم. الغيرة بقى اللي كان بيلزق الاتنين، الرجل والمرأة، اللي هو ايه؟ الثالوث بيبقى موجود في الإكليل في الفرح. عشان كده ايه؟ باركهما كللهما ثلاثة. هو ده السر اللي في الزيجة، بيوحد الاثنين، بيخليهم جسد واحد. فما ينفعش انا اخد اللي انا اتعلمته من كله زي ما هو، اتعلمته من 40 50 سنة او 30 سنة قبل ما اتجوز، علموه لي او ابويا وامي، واطبقه على اولادي. ما ينفعش. يعني ابويا وامي ما كانش عندهم انترنت، ولادي عندهم انترنت. ابويا وامي ما كانش عندهم لما جابوا تليفون ارضي فين وفين، لما دخل التليفونات الارضيه ما كانش فيه تلفزيونات، ولما دخل التلفزيون بقى ايه؟ بعد ساعه حاجه و60 تلفزيون ابيض واسود. ولادنا ينفع اطبق اللي ايام ابويا وامي مع اولادي دلوقتي؟ ما ينفعش. اخد الحلو واكمل عليه، واللي ما يبنيش اسيبه، اللي ما يبنيش اسيبه. فاخد بالي من الجزئيه دي. لما اقول it's okay to be different انا بقبله، يعني ما حاسسوش ان هو عنده نقص. يعني حتى دلوقتي ما بنقولش الناس اللي هم، انا اي هيت الكلمه دي، كلمه disability. مفيش حاجه اسمها disability. انا ما عنديش اي physical disability وما عنديش mental disability، بس ممكن يكون عندي disability في حاجات تانية. يعني مش قادر، disability يعني ما فيش الابيليتي ان اعمل حاجة الفلانية. عشان كده لكن بقول انا مختلف عن غيري. فبدل ما اقول disability بنسميهم ايه؟ عندهم مقدرة مختلفة. عندهم مقدرة مختلفة، عندهم قدرات مختلفة. ما فيش حد أذكى من حد. كان زمان بنقيس الذكاء بنسبة الذكاء بالآي كيو، بنقسمهم ثلاث مراحل، أقل ومتوسط وأذكياء. ما عدش ما عدناش بنعمل الموضوع ده من حاجة حاجة و20 سنة دلوقتي. دلوقتي عندنا حاجة اسمها ذكاءات متعددة. ذكاءات متعددة، كل بني آدم سوي عنده 9 ذكاءات.